أحسن الله إليكم رسالة من الجزائر، من الجزائر عين عين، يقول: أرجو شرح حديث ما معناه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مأجورين. الحديث صحيح وفيه النهي عن البكاء على الميت بمعنى رفع الصوت النياحة، أما مجرد البكاء من غير نياحة ومن غير رفع الصوت فهذا لا يضر، لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، إنما المحرم هو رفع الصوت في البكاء والنياحة ويظهر الجزع على الميت، هذا هو الممنوع، وهذا يعذب الميت بسببه. ولكن العلماء اختلفوا في كيفية التعذيب، هل هو على ظاهره وأن الميت يعذب لأن النياحة حرام والحرام يعذب عليه، فكيف يعذب وهو لم وهذا ليس من فعله؟ قالوا: هذا والله أعلم الذي يوصي قبل موته بأن يناح عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون بذلك. قال الشاعر: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. هذه وصية، فإذا أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه رضي بالمنكر. وقيل معنى التعذيب التألم، أن الميت يعذب يعني يتألم بما نيح عليه ويتضايق ولا يرضى بذلك. نعم.